رشيد سامي من مدينة الرباط. في البداية أود أن أشكر جلالة الملك على الالتفات المولوية لرعاياه في مدينة ووهان الصينية التي تم إجلاؤهم بسلام. وحنا اليوم نتواجد أمام مستشفى سيدي سعيد مدينة مكناس، أن يعني طلب كلهم وصلوا بسلام، وأن يعني حسب بعض الأمهات والآباء قاموا بزيارة الجناح اللي غادي يستضيف هاد الطلبة، يعني أنه مجهز أنهم غادي يخضعوا لهذا الحجز الصحي لمدة 14 حتى 20 يوم. إن شاء الله نتمناو ما تكون حتى حالة إصابة. وأنا بهذه المناسبة يعني تنحيي يعني السفارة وكذلك المغربية بكين التي استجابت لنداء الطالب المغربي اللي دار أول فيديو نهار 24 بطلب من زملائه الذين شكلوا يعني واحد المجموعة الوشات عندهم في الصين تتواصلوا وطلبوا منه باش يدير هذا النداء الاستغاثة، باعتباره أنه عنده لاشين يوتيوب ومعروف، وفعلا هذا الابن هو ولدي والد سامي اللي فعلا عاش توا واحد حالة قلق باعتبار من لاح الفيديو تيطلبوه القنوات الدولية وهذا وهذا وتخلع، وخاف انه كما كبر قبل ما يعني الاعلام انه يكبر القضيه فعلا حيدو وخرج فيديو اخر من 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 بعده اللي تيشكر فيه المغاربه اللي ساندوه وبارطاجاو الفيديو ديالو، وتم يعني الاستجابه الفوريه لطلب يعني هاد الطلبه القائمين ب ب بمدينه ووهان. كما أشكر يعني الإعلام المغربي الذي ساهم بشكل كبير في يعني في دعم هاد الطلبة باش يرجعوا لبلادهم بسلام، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.